بادرت السلطات الولائية والمدنية والعسكرية لولاية بسكرة رفقة الكشافة الإسلامية الجزائرية بزيارة لمستشفى حكيم سعدان المخصص لمصابي وباء كورونا، حيث تم تقديم ورود الأطقم الطبية وشبه طبية عرفانا لمجهوداتهم المبذولة لمحاربة هذا الوباء. التغطية كانت لعلي أرحاب. ربي يقدركم ان شاء الله. زياره السيد الوالي والسلطات المحليه لنا، وهذا كان لنا دعم كبير، عطاونا بعض شحنوا فينا بعض المعلومات الكبيره باش نزيدوا نكملوا في العمل تاعنا، ورانا مواصلين في العمل هذا حتى نقضي على هذا الوباء باذن الله، ونرجو من جميع المواطنين الالتزام والالتزام والالتزام في بيوتهم. احنا ما هي الا وقفه رمزيه لنعبر منها من خلالها للساده الطبيين وشبه الطبيين والاداريين على مدى التزامنا ومدى اهتمامنا بالتكفل بانشغالاتهم مهما كان.